كشفية وبعد. نهديكم باسم تجمع الكشف الأهلي الفلسطيني أطيب التحيات، سائلين الله عز وجل أن يحفظكم وأهلكم وجميع أحبابكم من كل سوء، وأن يفرج هذه الأمة عن العالمين. إخواني القادة، أخواتي المرشدات، بستعرض لكم في هذا الفيديو أبرز مسؤوليات القائد الكشفي خلال أزمة الكورونا. ولكن قبل أن نبدأ، نوصيكم بالآتي: أولا، التوكل على الله والإيمان الكامل بأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، والأخذ بالأسباب هو خير سبيل للسلامة. ثانيا، لا تحبط ولا تيأس، وكن متفائلا دائما بأن القادم خير بإذن الله، ولا تساهم في نشر الإشاعات والإحباط. أخيرا، التزم بيتك إلا للضرورة. مسؤولية القائد الكشفي تجاه نفسه وأهله: أولاً، الالتزام بإجراءات الوقاية لنفسك ولعائلتك وتوعيتهم حول إجراءات الوقاية والسلامة الصحيحة. ثانياً، القيام بخدمة عائلتك وتلبية مستلزمات البيت. ثالثاً، التعرف والتعلم أكثر عن الوباء من المصادر الموثوقة كمنظمة الصحة العالمية واليونيسف. رابعاً، الاستفادة من الوقت في تطوير المهارات والتعلم والقراءة. خامساً، المحافظة على نظام صحي رياضي متوازن. إن مسؤولية القائد الكشفي تجاه مجموعته وأفراد طليعته كثيرة، ومن أهمها إلغاء كافة الأنشطة باستثناء الأنشطة الاجتماعية التي فرضتها الأزمة، ولكن باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للسلامة الصحية. ثانياً، تزويدهم بإرشادات صحية للوقاية. ثالثاً، التواصل الدوري معهم للإطمئنان عليهم ولمساعدة من يحتاج المساعدة منهم. رابعاً، استخدام الوسائل الحديثة مثل الإنترنت للتواصل معهم ولإقامة أنشطة بديلاً عن أنشطة الميدان. خامساً، تقديم النصيحة لهم للاستفادة من أوقاتهم وهم في المنازل في أنشطة مفيدة. مسؤولية القائد الكشفي تجاه مجتمعه: أولاً، المساهمة في نشر الوعي في محيطه ومجتمعه المحلي. ثانياً، إطلاق المبادرات المجتمعية والمشاركة فيها لخدمة كبار السن في تأمين مستلزماتهم واحتياجاتهم. ثالثاً، على القائد الكشفي أن يكون عوناً للفقراء والمحتاجين وجسراً للخير ومبادرات التكافل، كما وعليه أن يسعى جاهداً إلى تشكيل فريق طوارئ أو خدمات ضمن المخيم أو الحي الذي يعيش فيه، إما مع جيرانه أو ضمن مجموعته الكشفية، عاملاً بقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا.